يا مصر وأبطال مصر قولوا معايا كلنا مصر أجدع ناس وأطيب ناس شجع أم الدنيا مصر غالية علينا منا وفينا أم الدنيا الرجال المصريين بإذن الله منصورين لو تسأل من شجع مين كويتيين مصريين طبعا احنا نشجع مصر برا 18 لو شاطوا كان جابوا جون على طول. بالنسبه للاداء الهجوم ما فيش، كانوا معتمدين على الهجمه المرتده، النص متمسكين كويس تمام، الدفاع بس اللحظات التركيز الاخيره غابت منهم في اخر دقيقتين. المدرب اولا اللاعيبه لعبت واشتغلت صح والماتش كله تمام. المفروض كان اخر 10 دقائق كان لعب محمد صلاح كده، هو اللي عمل ده كله المدرب. اللعيبه 10 على 10 واحنا مش زعلانين عشان اللعيبه لعبت ومصر لعبت وتكفي اللي مصر لعبت. والله الحمد لله المنتخب لعب بشكل كويس وشرفنا، والحمد لله ان شاء الله في الماتشات الجايه نقدر نعمل اداء افضل من كده يعني باذن الله. ان شاء الله المره الجايه هتبقى مباراه احلي، وهم لعبوا كويس يعني، هم لعبوا 100 100. المباراة جيدة لكن عدم تمركز الدفاع هو السبب. المباراة كويسة ونفكر في المباراة القادمة إن شاء الله، لسه في ماتشين إن شاء الله في أمل بأمر الله كبير. الحمد لله على هذا النتيجة، وإحنا صراحة المنتخب المصري فوجئنا بالأداء ده، ما كناش متوقعين الأجاء بعد مباراة التعادل، المباراة الودية اللي لعبها، والحمد لله والكرة مكسب وخسارة، وإن شاء الله بإذن الله في أمل إن إحنا نكسب الماتشين اللي جاي ونصعد بإذن الله. أنا شايف إن اللاعيبة عملت اللي عليها، كان لازم ان محمد صلاح ينزل اخر 10 دقائق، كان هم يخافوا هيهيبوا من محمد صلاح، على الاقل ما كانوش هيهاجموا الهجوم دوت، كانوا هيدافعوا، وعملنا في الماتشين اللي جايين ان شاء الله. والله اداء طيب وان شاء الله في امل يعني مباراتين يفوزون مباراتين يتاهلون، كان حظ يعني مسكوا اللعب زين بس اصابه صلاح هي اللي اثرت يعني. زين والله احنا لعبنا وكنا رجاله واللاعيبه عملت اللي عليها تمام، وشرفوا 100 مليون مصري تمام، وكانوا على قدر المسؤوليه بس الحظ ما حالفهمش النهارده. والمصريين كلهم بيشجعوهم النهارده بروحهم، وان شاء الله المباراتين اللي جايين يشرفونا، وكل الناس بتقول يا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.